كفي المعكون ورشة ملح. انه هلا طلع الرجال بالبيت، اذا وجد كرمال يغير اللمبه. مش بس اللمبه، طيب كرمال اللمبه بتاخد السياره اذا اختربت، بتصلح لنا السياره وبتظبط اللمبه والبراد وبتدق برافو، وبتجيب لنا اغراض الاكل، وعم يعيط الصبي طبعا، روح سكت الصبي، يعني انا صار عندي مشاكل معه. ماشي الحال، الله كبير. او مثلا تقول فوت اطبخ يا شيف شادي. انا عم بحكي عن جد، دائما بيسالوني العالم بتطبخ بالبيت؟ تطبخ بالبيت؟ ما انا ما بلفي على البيت تطبخ بالبيت. ما بتلفي على البيت ابدا، لانه قعدوا بلا اكل للجماعه ابدا. اوكي، بس كنا بدنا نسالها للدكتوره انه اللمبات اللي بنغيرهم هن بدهم يكونوا فوق ال 100 واط ولا فيهم يكونوا لمبات عاديه؟ انتوا اللي بتفهموا بالموضوع. نحن بنفهم بالموضوع، انتوا الخبراء. عادي. لا عشان وجود الرجال بالبيت بيسبب مشكله كثير كبيره. الله يخلي لنا اياكم كبير، انا من العالم يلي ما فيني اقعد. احنا قلبنا بيكبر عن جد بالبيت. اهلا وسهلا فيكم احبائي لثالث فقره، اوكي؟ اهلا وسهلا فيكم لثالث فقره اليوم مع الشيف شادي. شفنا بعضنا على الساعه 10:40 دقيقه، عملنا هيك خلطه كمان المافنز او المافن او اللي هي الكب كيكس او مثل الكب كيكس، جينا حطينا الطحين مع او كتبنا كمان الوصفه، خلطنا المواد خلينا نقول الجافه مع بعضها، الطحين مع البيكنج باودر، وفينا كمان نحط معهم الخميره، بعدين خلطنا البيض مع اللبن مع الزيت كلهم سوا، مع كمان هالخميره اللي كنت انا مدوبها بشوي صغيره من المي، يعني اذا ما حطينا الخميره هونيك جافه، هون دوبناها بالمي صارت سائله، ضفناها نحن على الزيت وعلى البيض وعلى الطحين وعلى اللبن، خلطناهم مع بعضهم، صار عندنا هالخليط، هالخليط طعمني بجبنه التشيدر، حطينا فيه كمان من بصل فلفله حلوه ملونه، وحطينا بقلبه بسطرمه، انتم اعملوا اللي بدكم اياه، اللي بدكم اياه. وين حطيناهم؟ بالفرن. خلينا نروح على الفرن شوي صغيره، اوكي؟ كلنا سوا، بنروح على الفرن بنشوف احوالهم كيف هي بالفرن، وكمان بخبركم عن الدجاج الموجود بالفرن، شو حطينا له؟ جريت؟ يلا، واحد. بلش هون، حبينا الموضوع، طلعوا كيف؟ صاروا كمان جاهزين عنا، انا عملتهم بطريقه كمان مستطيله، انتم فيكم تعملوهم بقوالب كمان المافنز لوحدها. الخلطة هي زيتها، بس بيختلف عنا القالب اللي بنحط فيه، وهون كمان حطيتهم بالقالب تبع الانجليش كيك، كمان رح يطلعوا معنا حلوين، بس مشان نعجل الامر. اما هون حطينا صدر الدجاج ليتحمر تنقدم، قصدي باردون، افخاد الدجاج ليتحمر وتنقدمهم مع الافوكا. خلصنا من موضوع المافنز، خلصنا من موضوع الكب كيكس. اكتبوا قدامكم معجون الطماطم منخلطه مع عصير الحامض وزيت الزيتون، يعني حوالي ملعقتين كبار من معجون الطماطم مع ملعقه من زيت الزيتون وملعقتين من عصير الحامض، بنضيف لهم من البابريكا، فلفل احمر حر، شوي صغيره اذا بدكم من الكمون، وشوي صغيره من الكزبره اليابسه اذا حبيتوا، والباقي من الاوريجانو مع شويه ملح. صار عندنا هالخلطه يلي فينا نخلطها او نتبل فيها فخاد الدجاج، صدورة الدجاج، جوانح الدجاج، كل الدجاجه، انواع من اللحمه اللي بدكم اياه، ويلا على الفرن، ولا اطيب من هيك خلطه. انا عم بعملها هلا، موجودين بالفرن الفخاد اللي حكينا عنهم، هلا بدنا نقدمهم بطريقه، مش هلا بعد شوي صغيره، بطريقه جميله جدا. بس قبل الانتقال الى الطريقه الجميله جدا على الساعه 12:05 اذا لرات، عندي على النار مجبور نركب نحط نطبخ طبخة كتير جبلية حلوة بتعقد بتجنن حرة، واسمها الملفوف الحر، اوكي؟ او المدفونة الحرة، لانه هي برغل مع ملفوف بس بطريقة بإضافة الحر او رب الحر. انا حطيت من البصل من الملفوف، طلعوا كيف بلشنا نقليهم من حوالي شي 5 دقائق، طلعوا كيف صاروا. ما ضروري نجي نحمرهم، ليه ما ضروري نحمرهم؟ لانه هن رح يطلعوا كمان حمر شوي صغيرة، لانه رح ضيف لهم من رب الحار، رح اشيل لهم هيك ملعقه من رب الحار بقلبهم. هلا فيكم ما تضيفوا رب الحار، اوكي؟ ببطل حاره، ما في اي مشكله. بنخلط، وعندي على جنب نص كوب من البرغل الخشن، غسلتهم شوي صغيره، برغل خشن يعني، ها؟ خلينا نشوفهم. هيدا البرغل الخشن، طلعوا انا غسلتهم شوي قبل، بس غسلتهم يعني، وجينا
عم نخططهم هلا نفتفتهم. طلعوا كيف بدهم حوالي 7 دقائق 8 دقائق على النار بيكونوا مستويين. عندي نص كوب، هالنص كوب شو بعمل انا؟ بضيفه فوق الملفوف والبصل ورب الحار كلهم سوا، وقدامنا عندي من مرقة الخضرة يلي عم تغلي، كأني أنا عم بتصرف كأنه رز، نفس الشيء، كأنه فريكة، نفس الشيء، من دون أي مشكلة، كأنه كينوا، كأنه شيا، بدكم إياه. لكن ملفوف مع رب الحار، بصل، البرغل الخشن غسلناه قبل شوي صغيرة، خلطناهم كلهم بهالطريقة، قدامي عندي هالمرقة الخضرة اللي عم تغلي، يلا يا شيف شادي كله سوا صار مع بعضه. وهون منروح منحط كوب واحد، لأنه نص كوب واحد إلا شوي، يعني أنا هون ها واحد هيك، وهيدا هون بعد عنا كوب إلا شوي، ما منكتر، وعلى نار خفيفة جدا، يعني بنقلهم لهون على نار خفيفة جدا، وبسكر عليهم بدهم حوالي 10 دقائق على نار خفيفة وبيستويوا عنا، وطبخة ولا أطيب من هيك. سكرنا طفينا، هونيك طفينا يا شيف شادي، هلا هون مش الحال وصفينا. بصل مقطع جوانح بنقليه مع زيت الزيتون، بنحط عليه من الملفوف كمان المقطع جوانح عليهم، جوانح كثير رفيعه اجمل بيطلع، وبنرجع بنحركهم كلهم سوا مع بعضهم تا يدبلوا مزبوط من دون اضافه اي شيء بالمره. واخر شيء ضفنا لهم هالنص كوب من البرغل الخشن المغسل، وضفنا على نص كوب من البرغل حوالي كوب واحد من مرقة الخضرة يلي عندي اياها انا عم تغلي. هلا دغري عندنا البرغل بلش يغلي على حرارة واطية، خلي تك 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 بطريقة انه ينطبخ على مهله. وهيك كمان اذا المي ما قدت وبعد النار واطية اول شيء ما بيلزق، واخر شيء البخار اللي بقلب الطنجرة كمان بيطبخ لنا البرغل بطريقة حلوة. يعني انا فيني هلا بعد 10 دقائق اطفي، وشو بيصير بعدين؟ بنطرهم 10 دقائق تانيين وبنقدم البرغل الحر او الملفوف الحر. نظرة قبل ما نرجع كمان للشرح عن واو، بلشنا كمان هون طريقة جميلة، بلش يصيروا كمان عنا ياهم مستويين. وبرجع الافوكا، أنا عندي اليوم وصفة، هالوصفة ما بعرف إذا رح تعجبكم كتير، بس هي إضافة سلطة، وأنا صرت عامل كذا مرة بس ما تتصوروا قديش طيبة، إضافة سلطة باردة. هلا اليوم أنا عندي إياها أفوكا وبندورة، رح أحط بقلبها كمان أشياء تانية، أوكي، على الدجاج السخن. يعني تصوروا نحن اليوم عندنا أشياء باردة، أشياء سخنة عم نحط فيها اشياء بارده ونقدمها. يمكن ما نستوعب الفكره، بس هي الفكره موجوده بكل يوم. ياما بنحط سندويش بيكون فيه اشياء سخنه وبقلبه في سلطه وفي بندوره، مش مزبوط الموضوع؟ يعني نحن بنعملها بس من دون ما نتصور انه ممكن تكون طبخه سخنه ونضيف لها سلطه بارده. نتركهم حوالي او بعد حوالي 7 دقائق 8 دقائق تنقعد مع بعض حوالي 20 دقيقة كمان تنكفي وصفتنا لليوم، وراح يكون عندي الدجاج المحمر مع الافوكا. رولا ناطرك انت كمان. جاية. يلا. على الطريق. ناطرك. مش هلا. بريك.